السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن هاند ميد والإكسسوارات وجمالها. مفيش حد بيقدر يستغنى عن الإكسسوارات. هنتكلم النهاردة عن الإكسسوارات وجمال الإكسسوارات. كالعادة مش هدخل في موضوع حلقتي، هسيبه لزميلتي أستاذة هاني. صباح الخير أستاذة هاني. صباح الخير أستاذة إيه. عرفينا موضوع حلقتنا والإكسسوارات الجميلة. أرحب بالسادة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من أسرار الحياة. احنا النهاردة هنتكلم على الإكسسوارات الهاند ميد. مادام اتكلمنا على الإكسسوارات الهاند ميد فمش مجرد إكسسوارات وأي حاجة وخلاص، لا ده تعب وجهد، وإزاي إن أنا أختار الأحجار اللي تمشي مع بعضها، مجهود وتعب وذوق وفن. مهما اتكلم عن الإكسسوارات الهاند ميد مش هقدر أوفيها بحقها. النهارده معانا قائده من قواد الاكسسوارات الهاند ميد، معانا الباشمهندسه اميره. اهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندسه. اهلا بحضرتك يا استاذه هاني. طبعا سبيدجي كردان يعني لا يعلى عليها في حاجته واكسسواراته. طبعا قبل ما نبدا موضوع حلقتنا عاوزين تعرفينا الاكسسوارات وجمالها وبحضرتك. بحضرتك اهم حاجه. ميرسي بحضرتك. انا اسمي اميره عدلي، انا خريجه فنون تطبيقيه جرافيك. تمام. اشتغلت في مجال المعادن وتشكيل المعادن بعد التخرج، وابتديت الحمد لله يعني اخد بقى كورسز واتعلم حاجات مختلفه شويه عن اللي اتعلمتها اثناء الدراسه. دراسه مش هوايه، الاثنين مع بعض. يعني انا تخصصي مختلف في الكليه، بس بعد ما خرجت من الكليه ابتديت بقى ادرس بعمق الجزء الخاص بالاكسسوارز والشغل تشكيل المعادن وطبيعتها والاحجار الكريمه وهكذا. يعني اكيد جات لك الفكره منين يا استاذه اميره؟ والله انا بدات اصلا الفكره كنت يعني حابه اعمل حاجات لنفسي، يعني قلت عايزه، كان عندي شويه وايرز كده وحاجات اسلاكه اقدر اشتغل بيها، فعملت خاتم. كان نفسي اعمل حاجه لنفسي يعني. تمام. عملت خاتم وعملت سلسله، وابتدى بقى اصحابي حواليا يشوفوا الحاجات دي ويعجبوا بيها، ومع الوقت بقى لقى كذا حد يقول لي طب ممكن تعمل لنا واحده زيها، طيب ممكن بدا بقى الخبره والجمال. مين اول حد عجبه شغل حضرتك وطلب منك انك تعمله؟ صاحبتي، اقرب صاحبه ليا، صاحبتي المقربه. هي اللي شجعتك. ايه بقى بالظبط؟ هي كان خاتم كان فيه 3 فصوص لولي ومتشكل بشغل النحاس المطلي. وعجب بقى ناس كتير. يعني حضرتك اللي بتعملي بايدك؟ انا بشتغل بايدي. يعني كل حاجه بتعمليها مش بتجيبي؟ في البدايه في البدايه كنت بشتغل كل حاجه بايدي، وبعدين مع الوقت بقى المشروع ابتدى يكبر. طبعا بقى طبعا في فريق وبقى في ناس بتساعدني. اكيد. بس موضوع الاكسسوارات الهاند ميد ده طبعا مش اي حد يشتغل، لان بيحتاج مجهود وصبر وذوق. ازاي لان حضرتك بتجيب الحاجات اصلا احجار صغيره وبتجمعها مع بعض وتطلعيها برونق معين؟ هو طبعا مش سهل. لا مش سهل طبعا. هو الموضوع طبعا في الاول كهوايه، لو حد عنده سنس شويه محتاج بقى يطور الاحساس اللي عنده العالي ده بان هو يدرس. لازم الموضوع يعني يثقله بالدراسه عشان يبقى بشكل محترف، يعني مش مجرد هوايه او عشان في الاخر اطلع قطعه. بيبان الهوايه والتدريس مع بعض او هوايه لوحدها؟ لا، هي الفكره الدراسه بتثقل بتدي القطعه قيمه فنيه. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، معظم الحاجات اللي احنا بنشتغلها بتستخدم. فلو دي مش متوافقه مع استخدامنا كافراد، حاجه ممكن تبوظ بسرعه، تتقطع بسرعه، يعني تتكسر. طبعا لو ده مش معمول في حساب من التصميم من الاول بيحصل مشاكل يعني. فعشان كده الدراسه مهمه جدا. يعني ممكن الحاجه يبقى شكلها حلو بس مش عمليه. بالظبط. استاذة اميره بقالك كام سنه في موضوع الاكسسوارات؟ يعني تقريبا 11 سنه. ممتاز. اكيد بتعرفي كل مناسبه ايه اللي يناسبها بالظبط. تمام. اكيد. طب عاوزين نعرف لو فرح، يعني فرح على الضيق كده، ايه اللي يناسبه؟ حفلة بسيطة، الملابس مثلا الكاجوال، السهرة. تمام. الجامعات برضو ايه اللي يناسبها؟ تمام. هي الاكسسوارز بشكل عام هي جزء مكمل للبس. يعني احنا محتاجين ان احنا نشوف اللبس الاول، احنا لابسين ايه والالوان ايه والمناسبة ايه، الصبح ولا بالليل، وبناء عليها بيتم اختيار الاكسسوارز للبس معاها. يعني لو احنا بنتكلم في مناسبة بعد الظهر بنحتاج لحاجه بتبقى تشايني اكتر، يعني فيها لمعه او فيها حاجه مناسبه لللبس لو لبس مقفول شويه، والعكس لو اللبس ما فيهوش اي لمعه او ساده بنحتاج ان احنا نجيب له حاجه تنوره او تفتحه شويه. الالوان برضو بتبقى يعني متناسقه مع اللبس، حسب انا يعني لو لابس لون فاتح بيبقى العكس في الاكسسوارز، او لو لون غامق بيبقى العكس برضو. احنا لما دخلت على بيج كردان لقيته بيج صراحه متكامل، في كل حاجه، مش مختص بس بالاعياد او الاكسسوارات او الخواتم، لا ده شامل كل حاجه. فطبعا يعني انا حبيت البيدج من الريفيوهات اللي موجوده فيه وتفاصيل اللي فيه الكتيره. ايه اللي بيفرق بقى منتجاتكم عن منتجات الغير؟
تمام. هو بالفعل ده كان احد اهداف الشغل بتاعنا في كردان، ان احنا ما نبقاش موجهين لفئه معينه. يعني احنا عندنا الشباب والاطفال ليهم شغلهم والرجال. هو انا ممكن اقطع حضرتك بس معانا مداخله؟ طبعا اتفضلي. استاذه فاطمه. الو الو استاذه فاطمه. ايوه الو الو. ايوه الو. شكل الاتصال اتقطع. نرجع للموضوع. تمام. الفرق بين منتجات حضرتك والمنتجات التانيه. كنا بنتكلم ان احنا بنعمل كمان شغل في يعني منتجات للرجالي. يعني زي المحافظ، زي الاقلام، زي السبح، زي الحظاظات. كشكل ممتاز. زي الكافلينكس اللي هي ازرار القميص زي دي مثلا. جميله جدا. الشغل ده بيبقى الرجالي متميز شويه، مش كل الناس. معلش. الو استاذه فاطمه. الو الو. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بيك. نورت يا فندم اسرار الحياه. الو. ايوه يا فندم مع حضرتك. ايوه يا فندم مع حضرتك. نورت يا اسرار الحياه يا فندم. معلش بس الصوت يا فندم بس مش واضح. بقول لحضرتك نورت يا اسرار الحياه. بنورك يا فندم. شكرا ليكي. اهلا فيك. احنا عايزين نعرف حضرتك بقى في شغل كردان، ايه رايك؟ لا شغل هايل جدا جدا جدا. الماتيريال يعني مش عايزه اقول لحضرتك على جودتها. أستاذة أميرة بتتميز بحاجة جميلة جدا، إن هي بت 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 بتركز في كل تفصيلة صغيرة جدا في القطعة اللي أنت بتطلبيها. تمام. يعني مش مثلا حتة إن أنت هتطلبي قطعة هتتعملك وتجيلك وخلاص، لأ. هي بتركز قوي في ذوقك، في تفاصيل اللي أنت محتاجاها إيه. تمام. حتى ممكن توجهك، مش موضوع يعني عميل جه خد قطعه وخلاص، لا ممكن توجهي كمان للافضل للاحسن. ممكن دي تتعمل ازاي، النتيجه بتاعتها تبقى افضل. شغلها واضح صراحه، تحفه. بتفيد يعني العميل. شغلها واضح يعني وتفيد العميل. يعني هي مش موضوع ان هي تكسب او تاخد منك القط، لا هي حتى لازم تقول لك ايه تفاصيل القطعه اللي انت واخداها كويس قوي، وعيوبها وايه مميزاتها. ولازم تخش الدقه بتاعتها في التفاصيل. يعني بصراحه بتهتم جدا 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 بالشغل بتاعها، وبتحس ان هي بتديه بحب اكتر من هو بيزنس او مكسب. تمام يا فندم. تمام. اشكرك يا استاذه فاطمه. نرجع تاني. نرجع لسؤالنا. الفرق بين منتجات حضرتك والمنتجات بالظبط. احنا بنشتغل زي ما قلت لحضرتك لكل الاعمار، وللرجال وللسيدات ولل يعني للسن الكبير. زي مثلا بنستخدم بعض قطع السبح، وفي حاجات بنطعمها بالاحجار الطبيعيه وبالعقيق الطبيعي. علشان خاطر تناسب السن ده. في طبعا السن الاصغر بنبتدي نستخدم حاجات مختلفه بقى. تمام. الكريستالات والحاجات الابسط في الشغل دي تبقى سعرها كمان مناسب للفئات الصغيره يعني. بالظبط. انا شايفه كده الشغل اللي كمان متنوع على المكتب. احنا دي من اكتر الحاجات اللي يعني بتميز شغلنا، ان احنا بنشتغل بكل الخامات. يعني احنا بنشتغل بالنحاس، بنشتغل بالفضه، بنشتغل بالذهب، بنشتغل بطلة جميع الخامات. زي ما حضرتك شايفة في نماذج لطلة الذهب، ونماذج لطلة الفضة والبلاتين والأحجار الطبيعية. فدي من لو تمسكي بس مشبك الفلوس ده يعني فكرة جميلة جدا. امسكيه كده ووريه الكاميرا. يعني احنا بنحاول دايما يكون عندنا أفكار جديدة، ويكون الله عندنا يعني شغلنا مختلف عن اللي في السوق. ده مشبك للفلوس. ناس كتير بتفكر ان هي تعمل هدية بشكل فورمال لمدير، او حد بيفكر ده كمان مكتوب عليه الاسم. مكتوب عليه الاسم. زي ثقافتنا في الشعب المصري، ثقافة النقطة. ناس كتير ما بتهديش بهدية، وبتحب تهدي بنقطة. فدايما المشبك بتاع الفلوس ده بيبقى مختلف شوية. شكله كده حاجة مختلفة عن الكارت بتاع زمان والحاجات. حضرتك اللي بتكتبي عليه بايدك ولا الحاجات دي بتتصمم؟ بنعمل الديزاين، وفي حاجات بتبقى يدوية بتنزل على مكن ونشتغلها بالايد، وفي حاجات بتبقى فري هاند بالايد على طول بالالوان. يعني بس ما شاء الله عليكي، يعني شغلك ممتاز. ميرسي. بتلاقي وقت ازاي ان انت تشتغلي كل ده؟ والله يعني هو اكيد أكتر عندك حاجة بيتك واسرتك، فبالتالي واخدين. تمام. هي اكتر حاجه بتخلي الواحد يشتغل ان هو يكون بيحب شغل. اكيد. يعني دي من الحاجات المميزه. اكيد اهم حاجه حب الشغل. هيخليكي تشتغلي وتدي اكتر. هيخليكي تجيبي الوقت المناسب، وتخليكي تختاري الحاجات وتطوري من نفسك. لان طبعا البدايه سهله، بس الاستمرار هو الاصعب يعني. اكيد. طب بمناسبه كورونا، الكمامات بقى يعني صعب ان احنا نلبسها بما اننا محجبات.
تمام. اكيد جات لك فكره تعملي يعني. بيبقى فيه طبعا افكار كتير للكمامات اللي هي زي حاجات زي يعني ممكن تشبك من الناحيتين علشان خاطر الكمامه ان انت تقدري. احسن من بيبقى حاجه بتبقى صعبه ان انت تسمبل وشكلها شيك كمان. دي يعني بتبقى حسب الشكل يعني حسب الفتره، وبيبقى فيه حاجات يعني بسيطه اكتر من كده وخفيفه يعني. طيب احنا دلوقتي شغلنا كله بقى اونلاين. تمام. في ناس بتعرض حاجتها كويس جدا على الاونلاين، واول ما بيوصل للعميل بتلاقيه شكل غير الشكل والفينش غير الفينش. طيب ايه اللي بيضمن العميل ان الحاجه اللي بيشوفها على السوشيال ميديا هي اللي بتوصل له؟ تمام. طيب طبعا اول حاجه الريفيوهات بتاعت الناس، لان احنا طبعا العملاء بتوعنا عندنا عملاء محتفظين يعني بشغلهم معانا بقالهم سنين. تمام. العملاء بيقولوا طبعا كل يعني كل ما حد بياخد حاجه بيدي الريفيو بتاعها والصور بتاعتنا. احنا ما بنشتغلش بصور خارجيه، احنا كل شغلنا الموجوده على البيج او على انستجرام او على تيليجرام. كل الصور دي صور القطع الحقيقيه بتاعتنا بدون اي تزييف. تمام. القطع دي لما الناس بتشوفها على الحقيقه يعني بيجي لي من الريفيوهات كتير ان القطع احلى من اللي احنا شفناه، احلى من الصوره. حضرتك بتصوريها؟ انا بصور بنفسي يعني، مش متخصصه في كاميرات معينه بتصور الحاجه؟ لا طبعا عادي. لازم بصور بكاميرا بروفيشنال وعلشان الشغل يطلع يعني كما هو، ما يبقاش فيه اختلاف يعني. فبرضو دي من المحطات الصعبه في الانتاج. الشغل محطوط هو على المكتب، وبصراحه الفينيش كويس والماتيريال بصراحه شغل كويس يعني، نفس اللي بيوصل العميل هو اللي موجود معانا هو دلوقتي. في حاجه كمان دي بتميزنا اكتر، مش بس اللي يوصل للعميل كويس، يستمر معاه كويس ازاي. وده بي يعني بنقابل بيه العملاء. اسمحي لي بس يا مدام اميره حضرتك مره ثانيه. طبعا. معانا استاذه رشا. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نعرف حضرتك بقى رايك في شغل استاذه اميره ايه؟ بصراحه كردان هايله جدا والكواليتي بتاعتها عاليه. انا اشتريت كذا حاجه من عندها انا وجوزي واولادي، يعني مثلا الميداليات قعدت معانا كام سنه زي ما هي بالظبط، زي كان اول يوم اشتريناها. الكواليتي بتاعتها عاليه جدا. وكمان كردان بتتميز كمان ان هي مختلفه، يعني ما تلاقيش انت لابسه حاجه انت نفس الحاجه اللي تطلبيها هي اللي بتجي لك برده. بالظبط. طبعا بالظبط. لا، والديزاين بتاعها مختلف، يعني انت لابسه حاجه مش لاقياها بره يعني. وطبعا غير ان التعامل يعني معاهم شيك جدا والمواعيد مظبوطه جدا يعني. تمام. نشكر حضرتك. يعني يا رب من نجاح نجاح ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. نرجع للسؤال اللي حضرتك كنت بنتكلم فيه. تمام. احنا كنا بنتكلم في اللقطه بتاعت ان احنا شغلنا ازاي العميل يفضل محافظ عليه، زي ما كانت استاذه رشا بتتكلم عن ان احنا الحاجات مثلا الميداليه العميل بياخدها، في ميداليات بتقعد بالسنين، الطلا بتاعها ممتاز بخامات مستورده ورائعه جدا، ان احنا نحافظ عليها اثناء الاستخدام. عندنا كمان ميزه خدمه ما بعد البيع، يعني لحضرتك مثلا اخترتي من عندنا قطعه وجيتي مثلا بطلا الفضه، جيتي بعد 3-4 سنين حبيتي تغيري القطعه دي وتخليها ذهبي، حضرتك بتتواصلي معانا واحنا بنعمل لك الخدمه دي وبنعيد طلاها من مره تانية. الخامات بتاعتنا خامات تستحمل وتعيش سنين، عشان كده بتقبل الطلا مره واتنين بالظبط كده. وبنجدد الحاجه، حضرتك بتبقى الحاجه شاريها من 4-5 سنين وتبقى معاكي جديده، كانها جديده بلون مختلف، بنزود عليها حاجه مختلف، بنضيف عليها احجار كريمه. الحاجه دي برضو من الحاجات اللي مميزه، بتختلف شكلها خالص ورونقها بيرجع، بتغير شكلها وبتدي احساس للعميل كمان ان هو جاب حاجه جديده وهي مش جديده، فدي بتبقى حاجات لطيفه خاصه لو عليها الاسم. هي تغيير الشكل بمعنى اصح. هي نفس الحاجه بس انا غيرت لك من شكلها في حاجات بسيطه. مش بس كده كمان، يعني احنا في عملاء عندنا بيبقى حد محتفظ بالاسم معين، عمل ميداليه مثلا باسم، عاوزها دايما معاه، عاوزها دايما معاه بالظبط، لما بيلاقيها اتجددت كمان ده بيبقى احساس معنوي بيفرح. جميل. أكيد. بالنسبه للعميل اهم حاجه عندكم المصداقيه، اهم من الناحيه الماديه. بالظبط، ده اهم ارضاء العميل، اهم حاجه في اي وقت. يعني احنا ارضاء العميل في اي وقت اثناء البيع وما بعد البيع، ده يعني مهمه من المهمات بتاعتنا اللي لازم نحافظ عليها طول الوقت يعني. استاذه اميره بتوصلي في كل المحافظات ولا محافظات معينه؟ لا، احنا بنوصل لكل حته في مصر وخارج مصر، يعني احنا عن طريق شركات الشحن، في شركات أهم متخصصه. اهم حاجه شركات الشحن. اكيد طبعا، عشان المواعيد معروفين، ناس احنا بنتعامل مع شركات ثقه،
الحاجات دي الشركات دي ليها اسم وليها التزامها، فعشان كده بنحاول نحافظ على مواعيدنا مع العميل. بيتعرض حاليا على الشاشه ما شاء الله عليك، يا ريت تعقبي بقى عليه. ممتاز، ميرسي لحضرتك. دي ميداليات من الخط العربي زي الصوره اللي كان فيها الميداليه بتاعت محمد دي. الخط العربي طبعا بيتميز بان الموضه بتاعته ما بتروحش ابدا، يفضل طول الوقت الناس دايما حريصه ان هي يعني تقتني حاجات بالخط العربي. يعني دي ازرار قميص بالنسبه للبدل الرجالي. دي محفظه وقلم طقم هديه، احنا بنعمل محافظ من الجلد الطبيعي. دي ميداليات بالمينا الطبيعيه، الوان طبيعيه ما بتتغيرش. الالوان دي ما بتتغيرش، مش بتتاثر بالميه ولا حاجه، ولا ما بتتاثرش بالميه ولا بالعرق. جميل. دي من الحاجات التصميمات الجديده اللي بتفرق مع الناس. طبعا عشاق الكوره الاهلي والزمالك. ده اللينك بتاعنا على انستغرام، كردان كردان ايجيبت على انستغرام. ما شاء الله عليكي شغلك ممتاز. السبح ممتازه بقى، احنا كمان جاي لنا بقى رمضان اهو، حاجه جميله. وعيد الام اهم حاجه طبعا. بالظبط، احنا طبعا في كل سيزون بنعمل حاجات مختلفه وبنحاول يعني نقدم حاجه جديده عشان الناس تحس باختلاف وتبقى مقبله على المنتجات بتاعت كردان. استاذ اميره، هي دي كل التصميمات المتاحه ولا في تصميمات ثانيه؟ لا طبعا، دي عينه بسيطه من التصميمات. عينات، كل ده عينات. احنا طبعا حضرتك لو دخلتي على البيج بتاعتنا على انستغرام او على فيسبوك هتشوفي تصميمات اكتر بكتير. واحنا كل فتره بنعمل حاجات جديده وبنجدد. يعني احنا ما بنستناش بعض التصميمات التقليديه. بنحاول طول الوقت نجدد سواء في الفكره او في فكره ان انا اكتب على القلم بالطريقه الجميله دي، ممتازه جدا. هي من اجمل الحاجات اللي عليها طلب الهدايا الرجالي بتكون القلم. طبعا اولا بيبقى يعني في خصوصيه ان الاسم مكتوب عليه. يعني لو هديه للمدير، اي هدية حد بيختار الاسم تكتبيه وتعمليه. بالظبط كده. بس أميرة برضو صعب، يعني الشغل ده صعب. الشغل ده صعب طبعا علشان هنزيد، وكل ما كانت القطعة أصغر كل ما كان شغلها أصعب طبعا. يعني متعبة أكتر. بالظبط يعني. بس الأسعار أكيد بتختلف بقى يا أميرة، صح؟ الأسعار بتتغير من الخامة للتانية ومن حسب القطعة. بس يعني في متناول الجميع، يعني مش أسعار عالية. في كل حاجة في متناول الجميع. احنا بنقدر يعني بنشتغل من أول، يعني احنا الحاجه اللي ما بنستغناش عنها الجوده. يعني احنا حتى لو الخامه بسيطه في تكلفتها لازم نهتم بالجوده بتاعتها. زي مثلا خامه زي النيكل. النيكل من تعتبر من الخامات اللي مش غاليه، ولكن الجوده حضرتك لو مسكتي قطعه فضه وقطعه نيكل مش تقدري تفرقيهم عن بعض. الجوده والخبره والتدريب بقى، خلاص احنا نقدر نعمل اي حاجه مع الوقت يعني. فطبعا بتختلف الاسعار حسب الخامات الموجوده يعني. اكيد. تمام. ايه المشاكل اللي واجهتك بقى يا اميره في المجال ده؟ اكيد في صعوبات سلبيات. احنا معانا مداخله. طبعا اتفضلي. معلش احبابك كتير. انا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. عاوزين نعرف رأي في أسرار الحياة. أهلا معاكي. رأي حضرتك في شغل كردان؟ الصراحة جميل جدا وذوق جدا، وبيستخدموا الألوان الحديثة. هو ما شاء الله يعني. الشغل باين. إيه رأيك في الخامات؟ الخامات إيه رأيك فيها حضرتك؟ الخامات تحفة. أنا اتعاملت معاهم كذا مرة. والحاجة ألوانها ما بتغيرش، والأحجار جميلة. ممتاز، نشكر حضرتك يا فندم ومتشكرين جدا على الكلام الجميل ده. طبعا دي شهاده كبيره جدا في حاجه زي ان يدخلوا العملاء بتوعنا. احنا بنحاول يعني بيبقوا زي اهلنا. اكيد يعني ان هم شهاده منهم للبيج بتاع حضرتك ان الحاجات كويسه. ده حاجه جميله جدا طبعا. ده مكسب كبير جدا. ده جميل جدا وباسم. بالظبط. دي قلنا زي ما بنعمل محافظ رجالي بناتي. بالظبط، بيبقى عليها الاسم موجود. بالظبط، الناس بتحب الحاجه تكون مخصوصه باسمها، بتحس بنوع من انواع الخصوصيه لما بيلاقي الاسم. تفرح كمان. زي برضو نفس الفكره في الفواصل بتاعه الكتاب او المصحف. احنا برضو بنكون حريصين ان احنا نحط الاسم عليها يا استاذه اميره. سواء رجالي، ده في تصميمين اللي فيه زي ورده، رجالي وحريمي. اللي فيه ورده ده حريمي. وبيبقى ده داخل الكتاب. ما بيبقاش بارز يعني. التصميم الثاني دوت بيمشي رجالي وبيمشي حريمي برضو، وبيبقى فيه حرف او كلمه مع الاسم، بيبقى ده جزء بره الكتاب وجزء داخل الكتاب. دي من الحاجات المميزه جدا، واللي دي مش موجوده يعني عند ناس كتير. يعني ناس كتير ما بتشتغلش في الحاجات دي، او تقريبا انا يعني ما شفناش حد بيشتغل غيرنا في فواصل الكتب او المسائل. طبعا دي عينه
احنا عندنا طبعا تصميمات اكتر بكتير موجوده على صفحاتنا. اكيد المشاهدين بقى هيخشوا مع اللينكات اللي موجوده يخشوا يتفرجوا على الحاجات دي باذن الله. باذن الله. بس يا اميره كاش، مجال الاكسسوارات صعب ولا سهل؟ هو المجال صعب. صعب ان اي حد يتعلمه. صعب ان اي حد مش صعب ان اي حد يتعلمه، بس الاستمرار فيه صعب. يعني هو لان الاستمرار فيه زي ما قلت لحضرتك بيتطلب خبره، خبره الحفاظ، خبره التعامل مع الخامه كمان. ده مش بيجي بسهوله، ده بيجي مع الوقت ومع سنين ومع تجارب كتيره. يعني قطعه غير 10 فغير 50,000. فطبعا التعامل مع الخامه دي والاحجار الطبيعيه دي جزء من الطبيعه. أكيد. فلازم يكون في نوع من انواع الاحساس بالخامه علشان تقدر تتشكل وتطلع بالشكل اللي بنشوفه في النهايه بنفس المنظر ده. يعني طيب شغل زي ده يا استاذه اميره، اكيد معاكي حد بيساعدك كاست معين كلكم؟ طبعا طبعا احنا فريق، يعني في كردان في جزء مخصوص بالتصميم، جزء مخصوص بالتسويق، المسؤول عن الخامات، عن كل واحد ليه شغلته ومهمته، التصوير. طبعا احنا فريق كبير، واكيد مش كل حاجه استاذه اميره هتعملها. لا واحنا كمان احنا كمان يعني بنتشارك مع بعض الجهات ان احنا نعمل معاها شغل افضل، او نجيب منها خامات بشكل مختلف، او ان احنا نطلب خامات اعلى في الجوده. ده كل ده طبعا مع الخبره ومع الوقت، يعني في ناس بنشتغل معاهم مش احنا لوحدنا في القصه. أكيد دي اكيد. ولما يكون الفريق يعني متفق مع بعض بيطلعوا احلى شغل. طبعا ده اهم حاجه. ده اهم حاجه طبعا. اهم حاجه. تمام. حضرتك اللي بتردي على رسائل الصفحه ولا في حد مختص؟ لا، في فريق مخصوص بيرد على الرسائل وبيتابع، لان طبعا عندنا على كذا يعني مكان في السوشيال ميديا، فهيبقى صعب ان شخص واحد اللي يتابع يعني. اكيد. وبرضو يعني لو تاخرتي في الرد بتلاقي ايه؟ انت بتردوش ليه؟ لا طبعا، هو طبعا احنا حريصين ان احنا نرد على الناس في اقرب وقت. حتى بيبقى فيه رساله قصيره كده ان احنا هنرد عليكم على طول، سيب استفسارك واحنا هنرد عليك. بس صراحه يا استاذه اميره، اي حد دخل على البيج بتاع حضرتكم ما انتظرش كتير، بيلاقي الرد على طول. يعني انا من ضمن الناس اللي اتعاملت مع البيج صراحه، كانت ناس كويسه وبترد عليا، حاضر يا فندم، طب حضرتك النوع ايه، طب حضرتك هقول لك سعره، كانوا ماشيين معايا خطوه بخطوه. ميرسي. في ناس يقول لك ايه، انتظر الرد بعد يوم. دي متعبه جدا. احنا بنحاول طبعا، يعني في الايام اللي فيها سيزن بيبقى طبعا الضغط الشغل كبير، فيعني ممكن نتاخر بعض ساعات، بس الحمد لله يعني الفريق شادد حيله بيتواصل مع الناس. طبعا يا اميره انت عاوزه حلقات مش حلقه واحده، مش حلقه واحده عشان تتكلمي عن الشغل الجميل ده. والله يا استاذه اميره سريع كده تقول لنا التواصل معاكي نصايح بقى كمان. طيب احنا التواصل معانا عندنا البيج بتاعتنا على الفيسبوك. تمام. وعندنا كردان كي اي ار دي دبل اي ان. احنا يعني اللوجو بتاعنا موجود على الشاشه. اكيد اكيد كل حاجه معروف جدا. وعندنا صفحتنا على انستغرام كردان ايجيبت، وعندنا الواتساب، رقم الواتساب بتاعنا، وعندنا رقم نفس الرقم على تيليجرام، عندنا اكونتس، وان شاء الله قريبا هيبقى عندنا شانل على اليوتيوب ان شاء الله. تشرفنا بيكي يا اميره، شرفنا بحضرتك، نجاح لنجاح يا رب. ان شاء الله تكون حلقه موفقه بيكي، ونتمنى لك مزيد من التفوق، والبيج ان شاء الله يعلى اكتر واكتر. شكرا لحضراتكم. ميرسي لذوقكم. شكرا. انتظرونا في فقره ثانيه ومعانا برضو مع الاكسسوارات وجمال الاكسسوارات. فاصل بسيط ونرجع لكم مره